بتاخدنا الايام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هاديه ولا حد يشيل عنك همك الا اللي دمه من دمك. دي العيله شجره العيله فارده على ولادها وبلاد الشادية على نار هادية. بتاخدنا الأيام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك. عيش بضمير عيش وعشق وحلم ووعد خاف من خاف لم يسلم مهما جرى اعلم الله اعلم. حيجيك بكرة احلى واحلم والافراح حجيك متهدية على نار بتعاند النوم ليه؟ انت مش واخد قرص مهدئ؟ انا عايز افضل صاحي لحد سميحه ما ترجع. ما تيجي وقت ما تيجي يا اخي، الغايب حجته معاه. سميحه في حفله، ما حدش عارف الحفله هتنتهي امتى. يلا يلا نام بقى. يلا تصبح على خير. يلا باي باي. الو؟ ايوه انا. ايه؟ حريقة؟ بتقول مستشفى؟ مستشفى ايه؟
طب انا جاي حالا. في ايه يا بابا؟ طارق يبقى في حريه في الباخره وسميحه في المستشفى. طب انا جاي معاك. عايز عم شاكر يسمع دوشتنا؟ اهلا وعرف باللي حصل. ربنا يفوت الليله دي على خير. عمر لسه نازله من عندها. موجه انا قلت ايه؟ المهم لقيتيها نايمه ولا ايه؟ نايمه وبتتفزز. فجاه فتحت عينيها وعينيها مليانه رعب. لولاش اني كنت قاعده جنبها وهديتها كانت نزلت من السرير وجريت من كتر الفزع. طب وبعدين؟ نزود لها جرعه المنوم ولا ايه؟ يا ريتنا ما اصرينا على خروجها من المستشفى. يا جماعة ما تقلقوش، مش أنا دكتور برضه ولا إيه؟ أنا مش هنام وهفضل متابع حالتها. صباح الخير. صباح النور. يا صباح الهنا وصباح الفل والياسمين والنرجس. يا سلام يا حبيبتي. يا ألف نهار أبيض. أنت جيتي إمتى؟ إحنا من ساعة ما سمعنا الخبر وإحنا هنا سهرانين طول الليل. بابا عارف حاجة؟ بابا عارف حاجة؟ لا طبعا. طب عرفتوا اخبار طارق ايه؟ حد سأل عليه؟ يا ستي خلينا فيك انت الاول نطمن عليك وبعدين نبقى نسأل عليه. انا كويسه الحمد لله. انا حاسه بس ان دماغي تقيله كده شويه وجسمي متكسر، وبعدين مش عارفه اذا اتخبطت في ايدي ولا ايه. يا حبيبتي هو اللي انت شفتيه شويه يا حبيبه قلبي. معلش معلش الحمد لله جت سليمه الحمد لله. ايه 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 نظر رايحه فين؟ بابا متعود اني اصبح عليه. لا معلش المره دي يعني نقول له اي حاجه. جالك دور برد وانت سهرانه امبارح او رجلك اتجزعت وانت نازله من على السلم، هنقول له اي حاجه وهو يجي يصبح عليكي احسن. لا انا اكره ما علي نومه السرير دي. انا متهيألي لو قمت كده فوقت وخدت لي دش هحس اني احسن. يا سميحه يا بنتي ما تعنديش مع نفسك. بابا. ايوه يا حبيبتي مالك؟ اوعى تقولي مفيش حاجه. مفيش حاجه فعلا يا بابا، ده هي لسه حالا بص رجليها كانت هي دوبك نازله خطوتين وهتيجي تصبح عليك. طيب امال الحوله دي بتعمل ايه هنا؟ يا ساتر يا رب. بقى كل ده حصل؟ يا اخي كنت اتصل بيا وانا كنت جيت لك على طول. الحمد لله يا عمي اني جيت على قد كده. اهو حرق سطحي. وبعدين كنت هكلمك ازاي يعني؟ ده انا نقلوا لي في المستشفى هنا وانا مش في وعي. وبعدين ده انا جالي اختناق كامل. يعني كنت هضيع فيه. الف سلامه ليك يا طارق. انما قول لي ايه اخبار سميحه؟ واجب برضو ان احنا نطمن عليها. حتة صغيرة من ايدي ما تكسفينيش، انت ما فطرتيش. مش قادرة يا موك، مش قادرة. انت مش دايما تقولي لي ان الصغير لازم يسمع كلام الأكبر منه؟ يلا بقى، اسمعي كلام موك. أهي أحرجتك أهو، لازم تردي عليها رد عملي وتسمعي كلام موك وتاكلي إن شاء الله حتة قد كده. حاضر. بس بعد كده ما تضغطوش عليا، أنا فعلاً تعبانة وبقرا. أنا بقى عملت لك فروض صلاة. تسلم إيديكي، متشكرة أوي أوي، بس والله ما قادرة. أنا كنت عارفة إنك هتكسفيني. لا ما تزعليش، هاخد منك قدمة. أنت مالك؟ عليكي تعبانة ليه؟ أنا عارفة بقى. الخبر منشور بالتضاب في الطبعة التالتة. أحسن بدل الشوشرة. سألت على طارق؟ والله الموبايل بتاعه ما بيردش. قلت يمكن اتنقل المستشفى اللي أنت اتنقلت إليها. بس تليفون المستشفى مشغول على طول. ايه؟ الو؟ اهلا. لا مش سميحه، انا مهجه. اهلا يا طارق بيه. لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. كنا عايزين نطمن عليك وكده وبس مش عارفين نتصل بيك. في المستشفى؟ الف الف حمد لله على السلامه. لا هي كمان راحت المستشفى بس الحمد لله خرجت. الحمد لله. الله يسلمك. هي مع حضرتك. ثانية واحدة. ألو؟ أهلا يا طارق.
ايه مالك؟ حالة اختناق برضو؟ لا ألف سلامة. لا أنا كويسة الحمد لله، يعني شوية كدمات كده بسيطة يظهر إن أنا وقعت على السلم وأنا مش حاسة. إيه حروق؟ يا خبر، سلامتك ألف سلامة. متشكرة على سؤالك. مع السلامة. بيقول إيده اتحرقت بس حرق سطحي. يا سلام، مشغول عليكي، ورغم إن هو في المستشفى لكن طلبك وسأل عليكي. حقيقي حقيقي راجل أصيل. وكله طيبة وشهامة والله. أنت بتتهم حد بإشعال الحريق؟ الحريق ده بفعل فعل، واللي عمل كده واحد من اللي بيشتغلوا على المركب. أنا معرفش اسمه بس سهل إن احنا نوصل. إيه سبب اتهامك ليه؟ في البداية أحب أقول لحضرتك إن أنا ماليش أي علاقة بإدارة الفندق ده. ده فندق عايم 5 نجوم، ليه مدير كبير مسؤول، والمدير ده ليه تحت منه مديرين لكل الأقسام زي الاستقبال والأغذية والمشروبات وغيره وغيره. مفهوم مفهوم. لا، مهم قوي إن حضرتك تعرف الموضوع ده، لأن أي عامل بيشتغل في الفندق ده أما يبقى له شكوى لازم يروح لرئيسه، ولو رئيسه ما أنصفوش يبعت شكوى للإدارة، هي تاخد له حقه. وإيه كانت سبب شكوى؟ غاب بدون سابق أي إنذار ولا اعتذر حتى. وإمتى؟ يوم الافتتاح، وفي يوم زي ده بيخصموا له 15 يوم. طبعا لما عرف الموضوع ده ما قدرش الا استنى للصبح. جه اقتحم عادتي كده بكل بجاح وقال لي على الموضوع. انا ما عرفتش القصه، قلت له يا ابني روح لرئيسك هو يشوف ايه الموضوع بتاعك ده. ابتدى يلخبط في الكلام واخيرا هددني. يا باشا متولى حافظ ده راجل غلبان وجبان، مش هو ده اللي ينتقم ويعمل العامله السودة دي؟ بس انا سمعت هو نازل بيقول يا ويلك من اللي هيجرالك مني. انا مش عارف جات له ازاي الجراءه يكلم طارق بيه بالاسلوب ده. فضل قاعد معانا سعادتك لحد ما قامت الحريقه. يا بيه بس انا فاكر انه سابنا وقام وقال انه رايح يدور على كيس دواء وهو شاريه لابنه من الاجزخانه، بس مش فاكر هو نسيه فين بالظبط. ده جري معانا يطفي النار. طب بالعقل كده هو كان عايز يشعللها ولا يطفيها؟ الف سلام عليك يا طارق بيه. الله يسلمك يا سعد، كتر خيرك والله. حقيقة أنا لما لقيتك اتأخرت امبارح وعرفت إنك ما بقيتش في الأوتيل قلت يمكن بقيت في الباخرة، بس لما قريت الجرايد الصبح انزعجت جدا. بس أنا مش فاهم هو إيه اللي حصل بالظبط. ده بفعل فاعل يا سعد، خير إن تعمل شر إن تبقى. أديني اديت فرص عمل لناس كتير أهو، إنما واحد عايز ينتقم مني يضيع الدنيا كلها، يولع في المركب كلها، ودي كمان قطع عيش ناس تانية. واضح جدا انه انسان مختل عقليا، بس الحمد لله انا عرفت ان الباخره ما فيهاش خسائر جامده. المشكله مش في المركب يا سعد، المشكله في الاصابات الكتير. هو صحيح سامحه هانم كانت في الباخره وقت الحريق؟ ما هي من اللي اصابوا بالاختناق. هي كانت موجوده هنا في المستشفى اللي انا قاعد فيها، بس الحمد لله خرجت وروحت البيت. ايوه يا توفيق، انت وصلت مصر؟ انا مش توفيق. إذا كنت عرفتني من صوتي قول أيوه. أيوه. في شك إن اللي حصل ده فعل فاعل، وفي زملاء شهدوا ضدك وقالوا إنك أنت هديته، ودي تهمة وجناية. أنا جيت بس أنبهك. سلامتك يا توفيق، الحمد لله على كل حال. قيم الساعة كده وهتلاقيني عندك. حمادة؟ حاضر، هجيبه معايا. مع السلامة. إن شاء الله خير يا متولي، ما تشيلهاش هم. اما كنا هنقع في حته مطب، انما ايه؟ تصوري مين اللي جه تحت عشان يشوفك؟ مين؟ انكل عبد اللطيف راح لطارق طبعا المستشفى وعرف اللي حصل منه، انما بابا بقى هو اللي انقذ الموقف. شافه هو داخل الجنينه جري عليه وقال له ان انكل شاكر مش عارف حاجه عن الموضوع ده، وفاكر ان رجلك اتلوت وانت نازله على السلم. هو بقى كانت لسه هنا؟ ده قال لي انه راح لطارق المستشفى، وهو خارج لقى هشام داخل، طبعا اضطر يرجع ويقعد معاه. احسن دلوقتي يا حبيبتي؟ احسن قوي يا بابا الحمد لله. عمك عبد اللطيف تحت، تقدر تقابليه؟ مش عارفه يا بابا. اجيبه يقعد معاكي هنا؟ هنا. تقدري تنزلي واحده واحده؟ مش عارفه، انا ما جربتش بس احاول. اسمعي بقى، انا مش مطمن للكلام ده. اذا كان رجلك اتلوحت لوحه بسيطه ما كانش ده بقى حالك، ده انت مش قادره تقوم من السرير. وبعدين حسن ده ما هوش دكتور عظام، انت لازم تعملي اشعه. ما انا عملتي. امتى وفين؟ الدكتور حسن ايديه اشعه مقطعيه رنين مغناطيسي. بلاش تهريج، مش وقت يا زهر الكلام ده.
بابا أنكل عبد اللطيف حضرتك سايبه لوحده، ممكن تنزل وأنا هلبس وحسن. أيوه. هتنزلي؟ أنا اللي فيا حلوة لدماغ الكلام ده، بس طبعا مضطرة أنزل. ما أنا لو قلت له خليه يجي هنا ممكن يفضل قاعد وأنا مش قادرة أقعد معاه كتير. شوف غلاوتك عند سميحة، أهي نازلة تسلم عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا بنتي. أهلا يا عم. ازي حضرتك؟ يا بنتي ما كانش في داعي تتعبي نفسك، هو أنا غريب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر ولطف. أهلا أهلا يا سعد. أهلا يا سعد. يا لا تتخيلي كم القلق اللي أنا كنت فيه لما قريت خبر الحادثة في الجورنال. هو أنا اسمي اتكتب في الحادثة؟ لا لا، ده هو خبر صغير كده اتكتب فيه اسم طارق بيه بس، ورحت زرته في المستشفى وطمنت عليه، وبعدين عرفت إن أنت هنا فجيت أسلم عليكي. فيك الخير والله يا سعد، ميرسي جدا إنك جيت تطمن عليا طبعاً، والبيت بيتك ده أنت تنوره في أي وقت. حقيقي. الزمان ده ما بقاش فيه أمان. دي مسائل قدرية، والقضاء والقدر محدش يقدر يتدخل فيه او يمنعه. بس الحريقة فعل فاعل، وانا قلت كده في التحقيق. انت متأكد؟ الا متأكد، هي سميحة ما قالتلكمش. لا لا، سميحة كانت في حالة تسمعلهاش بالكلام، وهي بتحاول تتغلب على آلامها عشان باباها ما يعرفش. برافو عليها، سميحة فعلا صلبة، بس اكيد شاكر باشا مسيره يعرف. والله شاكر باشا دلوقتي في حالة ما تسمحلوش بالقراية، لأن النضارة بتاعته وقعت في المستشفى وحالته ما تسمحش إنه يروح لدكتور عيون عشان يعمل نضارة جديدة. على العموم كويس إن حضرتك جيت ولحقتني، ده أنا كنت هخرج النهاردة، أصل الجرح اللي في إيدي يعني حرق سطحي. بس المشكلة في الحرق اللي جوايا، نار مولعة بقى قد إيه، مش هتنطفي إلا لما المجرم ياخد جزاؤه. لا اتأكد ان شاء الله العدالة هتاخد مجراها بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. قبل المناسبة، انت جبت سيرة سميحة في التحقيق؟ لا طبعا، حفاظا على سمعتي وسمعتها. اما كلام غريب، يا سميحة محتاجة حد يحافظ على سمعتها ويدافع عنها؟ ايه ده بس، ايه ده يا بهجة بيه، هي سميحة ما قالتلكوش؟ ما قالتش ايه تاني؟ اصل قبل الحريقه بثواني سميحه طلبت انها تقعد معايا ونحط النقط على الحروف. قالت لي ان احنا ما نصلحش لبعض، ومشروع الخطوبه اللي بينا انتهى الى غير رجع، عشان كده ما جبت سيرتها في التحقيق. بعدين اجيب سيرتها بناء عن ايه؟ لا خطيبتي ولا امراتي. وطبعا لو جبت سيرتها ده هيثير حاجات كتير يعني كده، وتفسيرات مش كويسه. شفت بقى جت بيه انا ما جبت سيرتها ليه؟ شفت بقى انت صورت عليا ازاي بدون داعي؟ ايوه شفت وعرفت. بهجت ارجوك ما تسالنيش عن اي تفاصيل، انا عايز انسى الليله دي بكل تفاصيلها. شوفي، طول ما بتفكري تنسي هتفتكري اكتر. طب اعمل ايه بقى؟ اتجنن يعني؟ لو عايزه تنسي طلعي اللي عندك، كل اللي عندك. الناس بتروح لطبيب نفساني ليه؟ فعلا انا نفسي اروح لطبيب نفساني. انا عايز اعرف انا ليه سبورت المده اللي فاتت دي كلها على ارتباطي بطارق، ولو حتى مبدئيا، وانا عارفه ومتاكده اننا لا يمكن نلتقي. ده انسان آلي مبرمج. معقول انا بعد الصبر ده كله اتجوز انسان مبرمج ما عندوش اي مشاعر؟ طب ليه؟ بس انا فاكر اخر حاجه قلتيها انه صعبان عليك، ولو سمحتي لي صعبان عليكي دي كلمه يتحط تحتها 100 معنى و100 خط. يا بهجت بقى بلاش كلام فاضي والنبي. يعني ايه صعبان عليا؟ طب ما المجانين بيصعبوا عليا، اتجوز مجنون؟ المساجين بيصعبوا عليا، بس مش ممكن هتجوز قاتل ولا نصاب ولا حرام. الحمير بيصعبوا عليا، اتجوز حمار؟ سلام، بتضحك حضرتك. ما هو شر البليه ما يضحك. شوف انا مش بلومك انك خدتي قرارك لان دي حياتك، بس في نقطه واحده تحسب له. والله ايه بقى؟
انه ما جابش سيرتك في التحقيق. هو في تحقيق؟ طبعا اي حريق لازم يكون فيه تحقيق. طب هو قال في التحقيق ده ان الحريقه بفعل فعل؟ احنا مش في اللي قاله، احنا في اللي ما قالوش. هل في حد يعرف ان انت مخطوبه له؟ حتى الخطوبه المبدئيه انت نهيتيها معاه قبل الحريقه ما تبتدي، وبالتالي مفيش اي علاقه تربطكم ببعض. الله. طيب الحفله خلصت، ها؟ قاعدين لوحدكم ليه؟ بس في جرسونات طبعا شافونا، واكيد في ناس تانية شافونا. يعني لو هو ما اتكلمش وقال في التحقيق ان احنا كنا مع بعض، في ناس تانية هتتكلم وتقول. طيب هل في حد فيهم شافك قبل كده معاه او حتى يعرفك؟ لا ما اعتقدش. حتى لو كان في حد شافك او يعرفك لا هينطق ولا هيتكلم، عارفه ليه؟ المال بيخرس الالسنه، وانت صاحب راس مال، راس مال كبير، معقول يقولوا بعد ما خلص من المسؤولين قعد على انفراد مع ست الحلوين؟ انا ساعة الباشا اخو توفيق اتصل عندي هنا في الورشه، بعت الواد صبيه راح ندى المتولى على طول، جه بتجلى ساعة الباشا، اصل اخوك بيسافر. سافر فين؟ بيقولوا دور عربيه كده ساعة الباشا يشتغل فيها، بس ما اعرفش فين بالظبط. وهو بيكلمه في تليفون كان زعلان ومتاثر، الظاهر كده ساعة الباشا توفيق نزل من السفر عيان، وغير كده ساعة الباشا بيقول له هات لي الواد الصغير عشان اشوفه، اصل ما شافوش من يوم ما اتولد سعادة الباشا. هو في حاجة سعادة الباشا؟ طيب والكلام ده كان الساعة كام؟ من بعد صلاة الدور على طول سعادة الباشا. وانت ما شفتوش تاني؟ ايوه شفته سعادة الباشا وهو خارج. خارج الساعة كام؟ من قيمة ساعة كده سعادة الباشا. كان خارج مع مين؟ مع مراته شايل ابنه سعادة الباشا. وهو خارج كده ما لمحتوش شايل في ايده حاجة؟ ايوه سعادة الباشا، كان شايل شنطة صغيرة اللي بيشيلوا فيها غيار الأطفال. هو فيها حاجة عدم لمؤاخذة سعادة الباشا؟ أنا اللي عرفته من زميل ليا في المباحث إن طارق أكد إن الحريقة دي بفعل فاعل. ما إحنا عرفنا المعلومة دي من خلال طارق، غير. عرفت كمان إن الشهود ما اتفقوش على رأي واحد. في شهود قالوا إن زميلهم ده هدد طارق قصادهم فعلاً. وفي شهود تانيين نفوا تماماً إن ممكن يكون هددوا، بالعكس دول شهدوا في صالحه. وقالوا إنه آخر واحد ممكن يفكر في الانتقام وارتكاب جريمة بشعة زي كده. المهم إنه كلهم أجمعوا على إنه ما كانش صح يكلم طارق خبط لازق منه ليه كده. خصوصا انه كان قاعد ومعاه ضيوف. ما قالوش مين الضيوف اللي كانوا معاه؟ لا. عارف مين الضيوف دول؟ سميح. ومين تاني؟ مفيش حد تاني، كانوا قاعدين لوحدهم بعد الحفله ما خلصت. عشان كده قالوا انه كان قاعد ومعاه ضيوف، كلام اول سايز يعني. هم ما يقدروش يشوشروا على الباشا الكبير طبعا. ما يعرفوش ان اللي كانت قاعده معاه دي تبقى خطيبته. انا مش خطيبته. طب بس ما تتنرفزيش قوي كده. خطيبته مبدئيا مراته مستقبليا. لا مبدئيا ولا مستقبليا، انا نهيت موضوع الخطوبه ده مع طارق خالص قبل الحريقه بدقايق. معقول؟ ومش معقول ليه؟ ده هو ده اللي خلاني رحت الحفله واستنيت لما الريسبشن يخلص مخصوص عشان اقول له قراري الاخير. وده اللي خلى طارق ما يجيبش سير السميحه في اقواله يعني، خوفا من الخيل والقال. طب والله خير ما فعل، اصل الناس اليومين دول بقى زي الوحوش بيحبوا ينهشوا في اعراض الناس كده، خصوصا بقى لو واحده ليها كيان وشخصيه زي سميحه كده. لا ومدير عام مكتب الوزير يا سيدي. بقول لك ايه يا رجائي، انا مش ناقصه قلق. الله، وحد جاب ستك؟ انا بس كنت بقول يعني ما سيحدث لو ايه؟ مساله ناقصه لولوه. اصل انا اخر حاجه عرفتها من نص ساعه بس ان الواد ده هرب. هرب؟ يا حرام، ده تلاقيه هرب من خوفه. خوفه ده ايه؟ وهو يعرف منين ان طارق قال ان الحريقه دي بفعل فاعل وان هو المقصود بارتكاب الجريمه دي؟ ده كلام لسه ما اتنشرش، محدش يعرفه. ويعرف منين برضو ان في زملاء ليه شهدوا بانه هدد طارق قصادهم فعلا؟ لا بقى حرام، انا كنت موجود. هو ما هددوش بمعنى التهديد، بس يا ريته كان قصر في الكلام. لما لقى طارق مشغول كان سكت، كان راح قدم اي شكوى لرئيسه. خاصه انه طارق ما كانش لوحده، كان معاه ضيفه. مش جايز كان قصد يحرجه قصاد ضيوفه يا بابا، يعني كان بيتهيأله ان طارق هيقول له بمنتهى الشياكه كده والجدعنه الخصم مرفوع والزعل ممنوع وادي تلات اربع بكاوى علشانك. صباح الخير. صباح النور. ايه انت هنا؟ لا هناك. مش كان الأحسن برضو إنك تفطر في أوضتك؟
انا قلت افطر هنا اشم شويه هواء نضيف انضف الرئه يعني بعد الحريقه. وايه اخبار ايدك؟ ما تشغلش بالك، كلها يومين ثلاثه وتبقى كويسه. المهم انت ايه اللي صحاك بدري دي؟ لسه الساعه 8. انا جيت بدري عشان قلقت عليك. انا من ساعه ما سمعت بموضوع الحادثه بتاعتك دي وانا اعصابي بايظه على الاخر. الحمد لله ان انا ما طلعت زيك. انا بقى اعصابي حديد، مريت بازمات بجد، ازمات تهد. لكن بقى لو كانت اعصابي زيك كده كان زماني ضاعت من زمان. ايه ده؟ معقول؟ يعني انت مش صعبان عليك فلوسك اللي ضاعت في حريق المركب؟ لا طبعا زعلان وكل حاجه، بس الحمد لله الادوار اللي فوق كلها سليمه، ثم ان انا مأمن على المركب. قول كده بقى، يعني انت ما خسرتش اي حاجه في حريق المركب ده؟ لا طبعا هخسر كتير، مش كفايه الاصلاحات. ايوه بس دي هتقوم بيها شركه التامين. ايوه بس الاصلاحات دي هتاخد وقت، شهرين ثلاثه على الاقل. يعني المشروع بتاعي هيقف شهرين ثلاثه، يعني راس مالي مجمد. ده غير بقى التعويضات اللي هدفعها لكل اللي اتصاب. ربنا يكون في عونك، بس ده واجب برضه. ايوه واجب، الا الواجب. انا زي ما انا عارف حقوقي بعرف الواجب كمان. على فكره انا بعد الفطار هروح ازور كل الناس اللي اتصابوا في المركب، تحب تيجي معايا؟ طبعا وماله، ده ثواب. انما قول لي، انت ما اتصلتش بسميحه النهارده؟ كلمتها امبارح وعملت الواجب. هو اتصالك بسميحه بقى واجب برضه؟ ايوه، اصل انا خلاص ما بقاش يربطني بيها اي حاجه، لا خطوبه ولا جواز. معقول؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بعد الحفله بلغتني ان احنا ما نوصلش لبعض. طب وما سالتهاش ايه السبب؟ واسالها ليه؟ خلاص هي بلغتني وانا قلت لها اوكي. الحمد لله ان احنا ما خسرناش حاجه لنا ولا هي، لكن بعد الجواز كنا خسرنا كتير. يا سميحه انت لسه تعبانه، انت خدتي يوم واحد بس اجازه من الشغل، كان المفروض على الاقل تاخدي يومين. والنبي ما تنزلي النهارده، ارتاحي في البيت. ما اقدرش. على فكره ياسر كان عايز يجي يزورك امبارح وانا منعته. ما هو كلمني يا حبيبتي وشكرته. ده كان خايف عليكي قوي، وقعد يتخانق معايا وقعد يقول لي ازاي تسيبيها وتنزلي تروحي البنك. ما هو لو انت ومهجه وزينه سبتوا شغلكم وقعدتوا جنبي، بابا هيشك طبعا، مش هيصدق ان الحكايه بس لو يتركلي. ده اللي انا قلته له، وعشان خاطري بقى ما تزعليش لو انكل مدكور وطنط مجوش. طب سلمي لي على ياسر، يلا بقى عشان ما تاخريش على البنك. باي. هاي هلو، أشرقت الأنوار، قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك. يا سيدي يا سيدي قول كمان. أمال إيه؟ أنتوا هتقعدوا تتريقوا عليا؟ باي باي. لا لا لا، باي باي على فين؟ رايحة الشغل. صح تمام. لا تمام إيه؟ أنا ما أنصحكيش تروح الشغل إلا إذا كنت مهيئة نفسيا ومستعدة. مستعدة لإيه؟ يعني لبعض الأسئلة كده. زي إيه؟ هو طارق قال للوزير إن في بينكم صلة عائلية؟ أيوه. في حد تاني يعرف الحكاية دي؟ المستشار القانوني، لأنه في مرة كان موجود عند الوزير هو وطارق وخرجوا مع بعض، جم على مكتبي. طارق طبعًا اتكلم معايا بطريقة تبين إن إحنا نعرف بعض كويس أوي. أنا كمان يوميها خرجت مع طارق من باب الوزارة وركبت معاه عربيته، كان هيوصلني للمستشفى عند بابا. وسعاد ورشدي كمان شافونا وإحنا بنركب العربية مع بعض. رشدي؟ مش ده اللي دبرك المقلب إياه؟ مش ده اللي أنت مسمياه نافورة إشاعات؟ ايوه مظبوط. يبقى السؤال الوارد بقى، انت حضرت حفل الافتتاح ولا لا؟ هترد تقول لهم ايه؟ قريت جرايد النهارده؟ لا لسه. انت عارفه الحسنه الوحيده اللي فاضله لي في منصبي الجديد اني باخد الجرايد ببلاش. من سمعك. ايه ده يا ستي؟ طارق أبو زيد يقول الحريق بفعل فاعل. بس مش كاتبين هو مين. جايز لسرية التحقيق. أنا ملحقتش أعرف بقية الجرايد، يمكن يكون في جورنال تاني منزل الموضوع بتوسع أكتر. احتمال، نشوف. أهو. أصابع الاتهام تشير إلى أحد العاملين بالباخرة، إذ أنه قام بتهديد صاحب الباخرة كما جاء في أقوال طارق أبو زيد، وأيده في ذلك بعض العاملين الذين شهدوا واقعة التهديد. ويا ترى سميحة كانت في الحفلة دي؟ وده سؤالي، هو يقدر ما يعزمهاش؟ طبعا كانت موجودة، ما احنا شفنا بعينين،
جه بنفسه لغاية الشغل ونزلت ركبت معاها عربيته على مرأة من الجميع. كده ولا همها؟ يهم مين؟ ما هو اللي سندها؟ احنا دلوقتي في زمن رجال الأعمال الكبار هم الكل في الكل. أمال أنا ليه اتشلت من منصبي وخدت شلوت لفوق؟ مش أنا اتشلت عشان هي الهانم تيجي وتاخد مكاني؟ وقال كل أسبوع منزل لها خبر في جريدته مطلعها سبع سما. ومال؟ يطلعوها سبع سما تامن سما؟ مال؟ بصي ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. قلبي عندك يا أستاذة. ليه؟ أصلك ما جيتيش امبارح والأستاذ يسري قال إنك تعبانة. أنا قلت إنها تعبانة؟ أنا قلت الأستاذة رجعت لوت وهي نازلة من على السلم وإنها كويسة وإنها بخير، ما قلتش تعبانة. هو أنت دايماً تكسفني كده يا أستاذ يسري؟ ريستي وعايزة أطمن عليها. اطمني يا رجاء. ما أنا جيت الشغل وقاعدة كويسة قدامك أهو، ما فيهاش أي حاجة. ممكن تبطلي كلام خالص وتخليكي في شغلك؟ صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا سيادة المستشار. في حد عند سيادة الوزير؟ لا مفيش حد، بس هو مشغول معاه تليفون. ممكن حضرتك تستريح معانا شوية؟ متشكر. اتصلت بيك امبارح لما لقيتك ما جيتيش، قلقت عليك، خفت لا تكوني ضمن المدعوين اللي كانوا في الحفلة في الباخرة اللي اتحرقت. اه فعلا انا رحت الحفلة دي بس مشيت بدري وقبل ما تحصل حريقة. الحمد لله ربنا نجاكي. انا عاوز اتصل بطارق بيه، المفروض نطمن عليه، مكتوب انه في المستشفى والمستشفى نمرتها مشغولة على طول، وبتصل بيه على الموبايل الظهر النمرة اتغيرت. ما تعرفيش نمرته الجديدة؟ يا ريت تديهالي. انا الحقيقه ما اعرفش ان النمره بتاعته اتغيرت، ولو كان في نمره جديده مش عندي. على العموم انا عاوز انه يعرف اني سالت عليه. سياده الوزير خلص التليفون، ممكن تتفضل. متشكر. يا عيني عليك يا طارق بيه، سفينته تتحرق والمشروع اللي مقدمه يترفض. الورقه عندك هتلاقيه في البوسطه، جه امبارح من عند سياده الوزير، والتأشيرة اللي عليه مؤجل، وطبعاً كلنا عارفين مؤجل دي معناها إيه؟ كل ده من القرر. ممكن تسكتي شوية يا رجاء؟ أنا مش قلت مش عايزة كلام؟ أنت جاي تشتغل ولا ترغي؟ سواء أنا عايزة أفهم، أنت مالك ومال البوسطة؟ أصل أنت كنت غايبة امبارح؟ مش شغلك، أنا لما بغيب الأستاذ يسري بينوب عني. والله يا أستاذة أنا كنت بصلي ورجعت لقيتها عمالة تقلب في الورق. أنا مش نبهتك قبل كده؟ أنا سبق وحذرتك يا رجاء، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. اللي بيشتغل في سكرتارية الوزير لازم يحافظ على سرية العمل، مش يمشي يلسم بالكلام في كل حتة. ظهر إن أنا غلطت فعلا إنك كنت بتشتغلي معايا هنا، بس معلش الغلطة دي أنا ممكن أصلحها في ثانية واحدة. أنا عمري ما كنت أتصور إن هيجي اليوم وسميحة تبهدلني البهدلة دي كلها. دي اتفرعني اتفرعنا، ومش بس عليا انا، انا عايز افهم تتفرعن على سياده المستشار ليه؟ ده راجل بيكلمها بكل ذوق وادب، عايز يطمن عليها لا تكون من ضمن اللي كانوا موجودين ساعه الحريقه. هي راحت الحفله؟ ايوه، قالت لي سياده المستشار انها راحت وقعدت شويه صغيرين ومشيت قبل الحريقه ما تحصل. بس عارفه يا سعاد، بيتكلم الراجل من تحت الدرس زي ما يكون جاي يشحت منها. غريبة. الأغرب يا أستاذ رشدي إن بعد سيادة المستشار ما دخل للوزير، بقول يا عيني عليك يا طارق بيه، عين وصابتك، سفينتك اتحرقت والمشروع اللي أنت مقدمه اترفض، ودي اتفتحت فيا ما اتقفلتش. ليه وليه بصيت في البوستة؟ أنا سبق ونبهت عليكي ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. اللي يشتغل في سكرتارية الوزير لازم يحترم سرية العمل، مش يروح يلسم بالكلام في كل حتة. أنا ما ارتحتش أبدا لطريقة كلام المستشار معايا النهاردة. شكل الكلام عادي يعني، كأنه بيطمن عليا مفيش حاجة، لكن أنا حسيت إن ورا كلامه في شيء تاني. يا سميحة أنت بس بيتهيألك، الراجل دايما يوقف في صفك،
انت نسيتي موضوع رشدي؟ لانه كان متاكد وانا كمان قدمت له الدليل. لكن مثلا لما كتب عني قبل كده اخبار في الجورنال الجديد قصد انه يكلمني قدام الوزير بنفس الطريقه الناعمه اللي كلمني بيها النهارده، وحسيت انه ورا كلامه انه عايز ياكد ان انا اللي ورا كتابه الاخبار دي. وفردي، وهل في ده ما يمنع؟ هل دي جريمه؟ بس النهارده كمان حسيت انه عايز يعرف يعني انا رحت الحفله ولا لا، كنت موجوده ساعه الحريقه ولا لا. وطبعا هو بيجيبها بطريقه يعني لطيفه كده، بطريقه عاديه، يعني يا اخبار طارق ايه، وانا بكلمه على التليفون ما بيردش، هو الموبايل مقفول، هي النمره اتغيرت ولا ايه، يعني كلام بطريقه عاديه لكن الكلام وراه حاجه. افتكري بقى ان رجائي حذرك حتى لا تفاجئي. المهم انت قلت له ايه؟ هو كويس ان رجائي نبهني الموضوع ده. يعني انا قلت وما قلتش بس ما كدبتش. ادخل. تمام يا فندم، تم القبض على المدعو متولي حافظ المتهم باشعال الحريق بالباخره السياحيه، وهو حاليا يا فندم موجود عند سياده الرائد منتصر. عظيم، اما نشوف هيقول ايه بقى في التحقيق. مظلوم يا بيه، انا لا هددته ولا حرقت الباخره. صدقني يا بيه انا ما احبش الكذب، قادر ربنا يخلص لساني لو كذبت. بقى انت ما تعرفش الكذب. طب والتمثيليه المحبوكه اللي انت عملتها ودخلت على صاحب الورشه، اخوك اللي رجع من السفر وعيان ونفسه يشوف ابنك اللي ما شافوش من ساعه ما اتولد ورايحين تزوروه، كل ده وما بتعرفش تكذب؟ ما تنطق يالا، التحريات اثبتت ان الشقه لسه مقفوله واخوك مسافر. مضطر يا بيه، والمضطر يركب الصعب. انا ما احبش الكذب زي ما قلت لسيادتك، كان لازم ان انا اهرب من غير ما حد ياخد باله. ولما انت متاكد ان انت بريء كده، لا هددت ولا حرقت، اشمعنى الباقي زيك ما هربوش؟ يا بيه انا اتخانقت معاه قبل الحريق بربع ساعه، ده اللي خوفني وخلاني اهرب. واتخانقت معاه ليه؟ يا بيه انا غبت يوم واحد، يوم الحفله ده، رجعت بالليل لقيتهم خصمين لي 15 يوم من ناري، رحت اشتكي له. تشتكي له في وسط الحفله والناس؟ لا يا بيه، بعد الحفله وبعد الناس ما روحت عرفت انه قاعد مع ست لوحده من فوق، جايز تكون مراته، لكن متهيألي لا. كمل يا متولي كمل. قلت لو اشتكيت له الظلم اللي انا فيه قصادها جايز يبين شهامه في وجودها، لكن رفض يسمعني وهزقني، وفي الاخر قام يضربني لولا الست حشت عنه. ولما قال لي انت مرفوض دعيت عليه لكن ما هددتوش، الست كانت قاعده وشاهده حاولت تدافع عني، شخط فيها هي كمان. ولا انت بتحاول تشوش على سمعه ولي نعمتك؟ انت فاكر انك كده هتبرأ نفسك من الجريمه؟ لا يا بيه، اعوذ بالله، الست دي اسمها سميحه، انا بستنجد بيها تشهد وتقول الحقيقه، ان كنت انا ظالم او مظلوم، ان كنت انا هددته ولا دعيت عليه. افتح المحضر. ازاي الصحافه تنشر كلام مجرم حقير زي ده لما يقعدوا عليه؟ عايز يعمل لي فضيحه ولسميحه كمان؟ ادي اللي كان صعبان عليها بيجيب في سيرتها ليه؟ طب اهدى بس، اهدى كده. بيقول يا سيدي انه بيستنجد بيها. معقوله سميحه اللي بيستغيث بيها المتهم تكون هي سميحه برهان مديره مكتبي؟ هي اللي كانت قاعدة مع طارق بعد الحفلة ما خلصت وكل الناس روحوا؟ طبعا هي سميحة برهان ربة الصون والعفاف، قاعدة على رواقة مع البيه لوحدهم، جه الوقت قطع عليهم الانسجام. قلبي استشهدوا بيها. ايه؟ اوعي يا سميحة تكوني اتجننتي وناوية تشهدي مع الراجل ده. عارفة هو بيعمل كده ليه؟ وعايزك تشهدي معاه عشان يحول الأنظار عن جريمته ويعمل لك فضيحة أنت وطارق. سميحة انت عقلة حبيبتي، ما تعمليش فيها بطلة، بعدين هتلاقي نفسك في مشاكل ملهاش آخر. ساكتة ليه يا سميحة؟ أحب أقول لكم إن المعمل الجنائي هو اللي هيأكد إذا كانت الجريمة دي بفعل فاعل ولا نتيجة ماس كهربائي، ثم إن الواد ده بقى لا هو طيب ولا هو على نياته زي ما بتقول سميحة، بالعكس ده عمل حتة تمثيلية عشان يغطي بيها على هروبه، ما تصدرش إلا عن عقلية إجرامية. يا سميحة انت رايح الشغل؟ الوقت اتأخر. انا سميحة برهان يا فندم.